محبوبة الجماهير حول العالم الأميرة ديانا التي كانت وما زال اسمها محفورا في قلوب الملايين على الرغم من حياتها القصيرة التي انتهت وهي ابنة 36 عاما في حادثة غامضة ما زال يشغل تفكير الكثيرين محاولين حل لغزه. وكانت حياة الأميرة ديانا مليئة بالشائعات، وكان الإعلام يتابعها في كل خطوة تخطوها في حياتها منذ بداية علاقتها بالأمير تشارلز وحتى وفاتها، وحتى أشيع أنها على علاقة بصديقها المقرب دودي الفايد. فما هي حقيقة تلك العلاقة ومن هو دودي الفايد؟ تقدم الأمير تشارلز لخطبة الأميرة ديانا وبقي الأمر سراً في الأسابيع القليلة الأولى لخطبتهما، ثم قام بإعلان الخطبة رسمياً. ثم تزوجت من الأمير في حفل زفاف أسطوري تابعه 750 مليون مشاهد على التلفاز، بينما اصطف 600 ألف شخص في الشوارع لمشاهدة ديانا في طريقها للاحتفال، حيث كانت أول سيدة إنجليزية تتزوج وريثا للعرش البريطاني منذ 300 عام. وأعلنت الأميرة ديانا إلى الصحافة في نوفمبر 1981 خبر حملها الأول، وتمت ولادة الأمير ويليام الوريث الأول لها، ثم أنجبت بعد عامين الأمير هاري عام 1984، وكانت دائما ما تهتم لأمور الطفلين بنفسها من دون اللجوء للعائلة المالكة. استمر زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا 5 سنوات وبدأ في الانهيار بعدها، وأصبح محفوفا بالمخاطر بسبب عدم التوافق بينهما وفارق السن الكبير واهتمام ديانا بصديقة تشارلز القديمة. في بداية الأمر كان انهيار الزواج سرا عن الإعلام إلى أن تم اكتشافه، وبدأ الطرفان في إلقاء اللوم على بعضهما البعض أمام وسائل الإعلام. وكان الأمير تشارلز على علاقة بصديقته القديمة والتي أصبحت زوجته فيما بعد، فيما انتشرت شائعات تم تأكيدها بأن الأميرة ديانا على علاقة بالرائد جيمس هويت، حيث نشرت قصة ديانا في جريدة ساندي تايمز عام 1992 والتي تم الإفصاح خلالها عن تعاسة الأميرة، كما تم نشر تسجيلات صوتية للمكالمات الحميمية بينها وبين صديقها. وأعلنت الأميرة ديانا انسحابها من الحياة العامة بعد شهر من الانفصال، فيما حاول الأمير تشارلز في توضيح الأمور للإعلام مؤكداً علاقته بصديقته كاميلا باركر، وأن ارتباطهما بدأ عندما بدأ زواجه من ديانا في الانهيار. وفي نفس الوقت قالت ديانا أن زوجها السابق كان على علاقات بنساء أخريات. وانتشرت مزاعم كثيرة بعد طلاق الأميرة ديانا والأمير تشارلز بأنها على علاقة بصديقها المقرب عماد الدين محمد عبد المنعم فايد الشهير بدودي الفايد، وأنهما تجمعهما علاقة رومانسية، إلا أنه اتضح فيما بعد أن تلك العلاقة كانت مزيفة، وأن اللقطات التي تم التقاطها للثنائي ما كانت إلا تمثيليات للعلاقة. بعد انفصال الأميرة ديانا عن الأمير تشارلز اتجهت بعيدا وكونت صداقات وعلاقات، كان من بينها علاقتها بدودي الفايد، العلاقة التي بدت أمام الإعلام والصحافة أنها علاقة عاطفية ورومانسية، فكانا يقضيان سويا العطلات والأمسيات. لكن بحسب ما نشرت إحدى الصحف البريطانية فإن الموظف الذي كان يعمل مع الأميرة لم يرى أي دليل على وجود علاقة عاطفية بينهما. وبينما كان يظهر الصديقان المظهر العاطفي أمام الكاميرات، إلا أن دودي الفايد كان يطلق على الأميرة ديانا لقب سيدتي بينما كان على انفراد، حيث أوضح العامل أن كل تلك اللقطات التي كانت تظهر أمام الإعلام زائفة، وأنهما لم يكونا يتشاركا الغرفة نفسها في العطلات. وعلى الرغم من الاعتقاد أن دودي الفايد هو عشيق ديانا، إلا أنها لم تكن الحقيقة، فبعد طلاق الأميرة ديانا من الأمير تشارلز انتقلت للمكوث في شقتها المزدوجة مع طليقها، وتعرفت على جراح القلب البريطاني الباكستاني الشهير حسنات خان، الذي وصف بعد وفاتها من صديقاتها بأنه كان حب حياتها.
وكانت الأميرة ديانا قد تقربت إلى حبيبها كثيراً وذهبت لزيارة أسرته، واتسمت علاقتهما بقدر كبير من السرية والإنكار أمام الإعلام لقرابة العامين، إلى أن أنهت الأميرة ديانا العلاقة في سرية تامة. وكانت الأميرة الراحلة ديانا على لقاء مع صديقها المصري عماد الفايد الملقب بدودي ابن رجل الأعمال محمد الفايد، حيث كان يدعوها لزيارة له في باريس. وأثناء طريقهما هاربين من الصحافة التي كانت تلاحقهما في كل مكان، وقعت الحادثة لهما داخل نفق وهما في طريقهما لقصر دودي، لتنتهي حياة دودي والسائق، وتقع ديانا والحارس الشخصي في حالة خطيرة وينجو الحارس، وتتوفى ديانا في غرفة العمليات لاحقا أثناء محاولة إنعاشها.